السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي m52 5G اللي بيجي بشاشة من نوع سوبر امول بلس بحجم 6.7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس. اما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج سناب دراجون 778 جي 5G. اما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية الاساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتر عدسة 1.8. الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل بفتر عدسة 2.2. اما بالنسبه للبطاريه فبيجي الهاتف ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع بقوه 25 واط. اما بالنسبه للسعر فالنسخه 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $450. وبقيه المواصفات فيديو تاني على القناه. لو عجبكم الفيديو ادعمونا باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.